تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من ملفات ساخنة الذي يعنى بالمواطن وقضاياه. في ملفات ساخنة نجلس وجها لوجه مع المسؤولين ونستمع إلى هموم المواطنين من خلال اتصالات هاتفية أو لقاءات ميدانية. تابعونا بعد الفاصل. موضوع اليوم موضوع بهم شريحة كبيرة من المواطنين في مدينة اللاذقية، الخدمات البلدية التي تقدم للمواطن. طبعا بيسعدنا بالبداية نرحب بالأستاذ حسن جريعة، عضو المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية. أهلا وسهلا بكم. نرحب أيضا بالأستاذ صديق مطرجي، رئيس مجلس مدينة اللاذقية. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، شرفتوا. بداية أستاذ صديق، شو هي أهم المشاريع المتبقية لهذا العام والتي لم تنجز لصالح مدينة اللاذقية؟ طبعا نحن في عنا المشاريع الخدمية والمشاريع الاستثمارية بالنسبة لمجلس مدينة. بالنسبة لمشاريعنا الخدمية والمقصود فيها هي أهم مواضيع بتهم المواطنين، هي مواضيع الصرف الصحي، مواضيع صيانة وتأهيل صيانة الجوار وتأهيل الطرقات، وخاصة في المناطق الأكثر اكتظاظا والمناطق الشعبية أو في بعض مناطق المخالفات كما تسمى. طبعا نحن كان عندنا خطة طويلة، يعني خطة كبيرة جدا بالنسبة لموضوع الصيانة. يعني في عنا حوالي 12,000 متر مربع لنهاية تقريبا الشهر الثامن تنفذ مساحات جوار، يعني إذا بنسميها بالنسبة لتسمية التزفيت كلها كانت تتم بنشر الزفت وبتأهيل الجورة وبإعادة تزفيتها. طبعا بمناطق متعددة كثيرة من كل أنحاء المدينة، سواء المناطق الشرقية أو الجنوبية أو الغربية أو الشمالية، وكنا مقسمين لقطاعات وكل قطاع مسؤول عنه شخص وعما يتم التنسيق معهم. هلا في عنا كمان إعادة تأهيل لشوارع كانت مثل بعض الشوارع اللي كانت تعبانة جدا، مثل الشارع اللي جنب الشرطة العسكرية أو مشفى النور بيروح باللاوينة باتجاه ساحة اللاوينة، في بمدخل بداية شارع اللي بالشيخ ظاهر باتجاه السكن العسكرية أو الشيخ ظاهر كمان كان في وضع سيء لإله. في بعض المواقع كانت بالزراعة بالغافقي بالفاروس صار تأهيل لقطع، يعني لأنه بتعرف اليوم موضوع الزفت وأكلافه الكبيرة وتوفره والسيولة المتوفرة، فعم نقوم نحن يعني بأجل الاستفادة من أكبر عملية إعادة تأهيل وصيانة بطريقة مدروسة. مثلا شارع طوله كيلومتر ممكن 100 متر سيء منه يعاد تأهيله، ممكن بعض الجوار بعد فترة يعاد تأهيلها، فكان هناك في حوالي 12,000 متر مربع. بالمرحلة الثانية قمنا بإعادة تأهيل في منطقة الدعتور وفي بعض المناطق في صخوبين وسنجوان والحمام والمنتزه وبسناده. طبعا يعني في عنا لسه جزء كبير ما تم تنفيذه من تعبيد الطرقات، خاصه نحن مقبلين هلا على موسم الشتاء. تمام، لسه عنا ضمن البرنامج عده مواقع موجوده ونحن بالتنسيق، لانه معظم اعمالنا عم تتم بورشنا الذاتيه للصيانه واعاده التاهيل عم يتم مع مؤسسة الإسكان العسكري. مثل أي مناطق فينا نوعد الناس فيها أنه قبل نهاية السنة بيتم إجازة؟ في عنا بصخوبين السابقين بعض الأشياء، بسنجوان، بالحمام وبسنادة، وفي عنا بالدعتور بعض المواقع، وفي عنا كمان بالرمل الشمالي في منطقتين ثلاثة، في بصليبة مشروع صليبة جنب مدرسة التمريض سابقا، وفي طريق اللي نازل على حي الرمل الجنوبي بسوق الخضرة، وهذا مهم جدا كمان لأنه سيء جدا طريق بده إعادة تأهيل بطول حوالي 300 متر هذا، بس ما يعني بانتظار وضع شركات تكون جاهزة لأنه مشغولة بمواقع شوي أكثر أهمية، يعني في بعض المواقع كل من وعدنا فيها عم يتم تأجيل لسبب موضوع، بس هي كل يعني غالبيتها بدها تكون كل المواقع مرصودة، وإن شاء الله نحن منهم قبل نهاية السنة
يعني اذا ساعدتنا الاجواء يعني طبعا نحن بنشتغل يعني كل مرحله بتعرف، لانه موضوع الرطوبه والامطار وموضوع الام سي زيرو والبيتومين المواد السائله لها علاقه بالجو وبالرطوبه بالحضارات. فان شاء الله نحن يعني مرصود عنا كل يعني، حتى عملنا طريق جنب جب حسن للمدرسه في منطقتين ثلاثه والوادي الاحمر جديدة. مدرسه جديده تكملنا، يعني لسه في عندنا ميزانيه منيحه لتنفيذ مشاريع للمنطقه. تمام، لسه في عندنا نحن ضمننا برنامج كبير يتم تأهيله، لأنه عم ناخذ المجبول. عندنا ورشتين للصيانة نحن عم نقوم فيهم بورشاتنا، بنبعث اللاباتنا بناخذ مجبول زفتي، وفي إعادة التأهيل عم يتم عن طريق آليات والمجبول من قبل مؤسسات القطاع العام. تمام. طب نحن بنحب نذكر مشاهدينا برقم الهاتف 429 200، وفي معنا اتصال من حسن، تفضل. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يخليك. عندي شيء حق الواحد يشتكي اكثر من شكوى. بس بايجاز لو سمحت، تفضل. بايجاز في لك يعني يوميات مواطن عادي، تفضل. مثلا بنزل من بيتي انا بشوف انه جاري مركب ميتور كبير، ميتور كهرباء كبير، ميتور صناعي، يعني عامل له غرفه بالشارع والادخن والصوت شيء لا يوصف. نعم. بروح انا ومثلا مر من الشيخ باهر في جنب الكازيه، في هونيك حاطين صراف وحاطين دورات مياه، وبعد منه واحد اخذ الرصيف كليته، والثياب كمان الثياب اللي ببيعها كمان حاططها بالشارع، بصير السيارات والناس بدهم يمروا بالشارع. بروح على الريج القديمه، عن سوق الريج القديمه، بطاط عشوائيه، شيء غريب شيء عجيب. احنا ما ضد ارزاق الناس، بس يا ريت تنظيمها اكثر. مرة مجمع عصاميا كمان في فسحه، يعني شيء لا يوصف. بتمنى تاخذ الكاميرا وتصوروا. انا ورايح مثلا على الشاطئ، الحمد لله انه التشجير عندنا على الارصفه، فتحوا الجوار من سنتين عن جسر المدينه الرياضيه ولا زرعوا بالاشجار. عند الاكاديميه شوف انه في اشجار ما شاء الله فاتح المدينه، لانه انا بتمنى استاذ مازن يعني انه حدا من يعني البلديه يكون مواطن، اي مواطن هو او كان هو مواطن، يعني المسؤول بالبلديه مواطن وانا مواطن. حقك شيء يعني بلاحظ انه تقصير فظيع للبلديه بالخدمه. مثلا مقابل جول جمال، هذا المسبح جول جمال سكروا في وشنا، مقابل جول جمال في حديقه يمكن شبه المنسيه، انا على طبيعه عملي بمر من هونيك لسنوات طويله يمكن ما عرضت البلديه علي. بيجي هون مثلا عند محطه القطار انت وطالع عند على من المعبره شيء 10 من باص 11 من باص شغاله ليل نهار، هذا غيظا من فيض ما ركبتها يعني. بس بتمنى يعني انا بتمنى اي مسؤول من البلديه يكون له جوله ميدانيه، يمارس حياه المواطنه، يروح على السوق، يمر بالشارع، يشوف الشوارع بدها تشجير. في مثلا عند الاكاديميه في محل الشجر حاطين له اقفاص حديديه، هالاقفاص الشجر صار عمره طويل، يا ريت اقفاص ناخذها ونستخدمها بمحل ثاني. يعني اي واحد من يعني انت استاذ مازن، اي واحد من مسؤول بلديه بيمشي بالشارع بيشوف فيه غلط بيحاول يصلحه، بصير نحن بلدنا يعني الحمد لله احسن بلد في العالم. وصلت الفكره سيد حسن، شكرا لك. شكرا، يعطيك العافيه. مين بيحب يرد استاذ؟ انا رح رد على جزء منها. تفضل استاذ. نحن وجايين بالطريق هلا انا والاستاذ صديق اجينا سوا، الواقع انا كنت عم قول له انا السنه انت زرعت اشجار على جانبي الطريق. انا اول قبل ما اجاوب انا كثير بتشكر الاخ المواطن والله يكثر من امثاله، هدول بيرشدونا الى الخطا وبتشكره كثير من قلبي لانه مهتم بحب بلده بحب شوارع بلده. تمام. ونحن جايين عم قول له انا بتذكر السنه انت زرعت هون استاذ صديق هالحدائق هي هالارصفه، قال لي زرعتها كلها، في عابسين شالوها، في ناس ضعاف النفوذ شالوها وزرعوها ببيوتهم او باراضيهم. طبعا هذا لا يعفينا انه نحن نعيد نزرعها. وي انا بوعد بدال الاستاذ صديق على الهواء رح نرجع نزرعها مره ثانيه. هذا لهالجانب المظلم من القصه. يعني نحن لدينا شوايات مطريه لامتصاص المياه الفائضه عن الامطار، حديد نحن عم نعاني من سرقتها، في عابسين، هدول الناس ما فيهم ضمير ما فيهم اخلاق. ما عندنا 17000 فتحه جوره فن، ما 17000 17 عندنا 17000 جوره عم يتم سرقتها بالوعة مطرية. يعني طبعا نحن حولناه هنا لقلي بي في سي بدل الحديد لانه هداك غالي الفون، بي في سي ما كتير بيشتغل معهم. ان شاء الله رح تخف هاي القصة. يعني احيانا بتشوف انت جورة تصريف مطري ما فيها غطاء،
نحن مو مركبين لغطه، نحن مركبين لغطه بالتاكيد، بس في حدا سرقها، سرق الغطاء لانه فونت والفونت اكيد. نحن الفساد حتى من المواطن ما بنقبله، يعني اذا مواطن فاسد وممكن يعمل هيك اكيد ما بنقبله. هلا الفاسد موجود بكل مكان وبكل زمان وبكل جهه يعني، لكن نحن مهمتنا انه نتابع شغلنا، ما نستنى الفاسد ليسبقنا، لازم نسابق معه نحن ان شاء الله نسبقه ونرجع نصلح وراه قدر الامكان. وامثال الاخ المواطن هن الحقيقه بيكونوا عون لنا ل تنفيذ مهمتنا ان شاء الله. وما بعرف الاستاذ صديق طبعا في عده معطيات انحكت اكيد لازم نجاوب عليها. استاذ مازن، اول شيء طبعا بشكر اخونا المواطن حسن اللي اتصل مع حضرتك او بالبرنامج، بس بحب اوضح شغل رؤوس اقلام سريعه يعني. يا ريت. طبعا اكيد اكيد يعني يوميا 80% من وقتنا جولات نحن ودوائرنا وشعبنا، لانه هلا انا اذا بجرد لك انا جايب معي جداول هون بفرجيك كل جوره بالسنتي بالمتر بالقطعه وين بالشارع الفرعي. احيانا مواطن بيتصل على جوره او على صيانه بيفكر بس بهالشارع او وقت بيكون هو شايف 10 نحن شايفين 1000 اكيد، لاني مهمتنا وقطاعاتنا طبعا. وبنشكره لكل واحد بيقلنا وين في خطا او فين في صح وفين في غلط، لانه حتى نشجع على الصح والغلط نتجاوزه يعني ونصلحه. هي رقم واحد. رقم اثنين بالنسبه لنا هلا كنا عم نحكي بموضوع الشجر، والله في عندي مواقع في نص المدينه قرب البلديه والقصر البلدي عند حد عند ساحه حطين محل البن عند الخزان جنب دار القضاء وهون عند قريب على البلديه يمكن في اشجار دوار الاندلس زرعتها يمكن 13 مره 14 مره وما زلت بتشوفهم يمكن للشجر كيف بالمنصفات. وهلا كنا بالصدفه جنب دوار المدينه في اشجار كثيره والله انزرعت اكثر من 10 مرات، وهذه الاشجار شيء من عنا شيء من الزراعه مش شيء من المشاتل الخاصة اشترينا من مشاتل، وفي ناس ذوي يعني وطنيين قدموا لنا اشجار باحجام كبيره يمكن انزرعت 7 مرات، ومع هيك نحن مصرين نعيد الزراعه ونحط لها القفص ونعمل موضوع ثاني. موضوع ثاني بحب اقوله يعني موضوع الاشغالات، نحن سوق الريجي الشيخ ظاهر والشغدار على طول في عنا مصادرات واخذ وعنا، بس هذه كر وفر بتصير الاجراءات. ومع هيك نحن عنا يوميا يعني اكثر من يعني من حمله واثنين وثلاثه واربعه بمؤازره. ممكن يكون في حدا ثابت هنيك لانه فعلا بالشيخ ظاهر سوق ريجي في لانه ليلا نهارا موجودين في بعض المواقع بتشيلهم وفي ثابتين بس بيرجعوا لانه هون بجوز في اجر اكثر من هيك، واحيانا بتلاحظ انه ما في حد. هذا الموضوع نحن من خلال انه حاولنا نشوف اسواق صغيره نعمل اسواق خاصه نبعدهم عن المدينه، لانه الضغط الموجود في المدينه الكبير من الناس والوافدين والغرب عم يعملنا اعباء كبيره على يعني على المدينه. مع هيك بنقعد نحسن الاداء وان شاء الله نزيد الحملات. ملاحظتين اللي ذكروا الاخ المواطن هني صحيحتين تمام، وبدها متابعه اكيد. الاستاذ صديق هي على الهواء عم نحكي انه يثبتهم عنده ونهتم فيهم ان شاء الله. نتمنى انه تتابع هي الحالات. نحن في معنا استطلاع عم يحكي عن واقع الخدمات بالمدينه وخاصه فيما يتعلق بالحدائق بدايه، رح نتابعها سوا وبنرجع نتابع مشاهدينا هذا الاستطلاع. بني رومة بدها شوية نظافة يعني، كراسي ما في متعات الناس. في شباب يعني بتسيء بهالحديقة كثير للبنات وللنسوان، في عالم ما عندهم بيوت يعني. شو المطلوب من البلدية؟ مطلوب من البلدية إنه يحطوا حد لهالشيء هذا، لهالشباب ليكي يعني أكثريتها من بياعين القهوة، بيجيبوا بياعين القهوة ليكي شلة زعران بيكونوا قاعدين بس للصلبطة وللبنات يشلحوا مصاري، ويعني أكثريتها لهالشغلات هي عيب يعني، هالشغلة هي عيب. رحنا بلد حضارة، بلد في أمان واطمئنان يعني، مو بلد والله ما يكون في استقرار للمرأة. الفوضى بهالحديقة يعني بصراحة إهمال من البلدية أكيد، والمواطنين غير ملتزمين كمان بأصول القاعدة بالحديقة كمان. أنت تطلعي على هالأوساخ، تطلعي على هالمقاعد نصها مشلعة، طيب وين وين الاهتمام يعني؟ ما هالمناظر هي
يعني اسم حديقة عامة للراحة النفسية. في متورات عم بتصف، اي والله عم بيدخلوا لجوا، يعني ما في مراقبة بصراحة. شو بتوجه رسالة للبلدية؟ نتمنى يعني الاهتمام أكثر من الاهتمام الموجود هلا، هذا ما اهتمام، هذا إهمال. فبتمنى يكون في اهتمام أكثر من البلدية ورعاية لهيك حدائق، يعني حرام تكون هيك بهالمناظر هاي. ممكن سيارات تشوفيها تدور بالحديقه وتطلع. بالنسبه للعائلات باتجاه الحديقه لهون، يعني انا مثل فتره جيت انا ومرتي وبناتي، يعني من الصعب نلاقي مقعد انه نقعد على، واذا لقينا مقعد نقعد على بتشوفي مثلا اربع شباب مقابلك، شابين من هون شابين من هون. بنطلب من الجهات المختصه مثلا تضبط الحديقه بشكل عام كونها حديقه عامه. من فتره اجى سياره المحافظ لهون على اساس شقول وضع الحديقه، الشباب هون المفرزه تاعت الحديقه المتولايه الامر هذا بالنسبه للمقاعد، يعني حديقه عامه بشكل، يعني مثل الحديقة عامة عنا هي باللاذقية، يعني بدك تعدي يعني أفضل حديقة باللاذقية عنا. من المفروض مثلا إنه مثلا يعتنوا بالمقاعد، مثلا يكون في مثلا حمامات. نطلب من الجهات المختصة إنه يعني تنظر لها الوضع هذا. شو المطلوب من البلدية؟ البلدية تشيل الوسخ، الوسخ القذرين بالحديقة ياخذون على السجن، غير هيك ما بيحق. إنه فيها إنه مثلا حرائق ووسخ كتير بالحديقة، وما أنا منظمي كمان إنه مقاعد خربانة كلها. في مويه كتير عم تمشي بقلب الحديقة، في زبالة كتير، في حرائق، مسليكات، هذا كله شيء مضر للصحة وللبيئة. أهلا بكم من جديد. أستاذ صديق، نحن من حوالي سنة ونص عملنا لقاء مع حضرتك بحديقة البانوراما ذاتها، وأنا بتذكر وقتها حضرتك وجهت مدير الحدائق بالبلدية واشتغلنا كتير فيها والله على موضوع الحراس. يبدو في تقصير رجع من الحراس أنه بموضوع أنه يتابعوا موضوع الحديقة. لحد الآن السيارات مثل ما شفتوا، الكاميرا رصدت دخول السيارات، الموتورات، أشخاص طبعا ما بعرف شو وضعهم، وفي شكاوي كثير من الناس بهذا الخصوص. كيف ممكن تاخذ اجراءات تجاه مديريه الحدائق او الحراس الموجودين بالحديقه؟ يبدو ما عم يداوموا او عم يداوم جزء منهم. هو يعني هو هيك حديقه هي ضخمه جدا، بتعرف حضرتك نحن المدخل الاساسي سكرناه فقط للمرور. في عندنا جزء من الحديقه هو لصيانه الاليات ومركز لمديريه الحدائق عندنا مع مستودعاتنا. يبدو هذا عم يدخله من هالباب، بس انا بالنسبه لهذا الباب راح احط له تسكير بشكل كامل بمطبات، بشكل انه وقت بيلزم لدخول الياتنا او الصيانه نفتحه نحن، بشكل انه بس للاليات الخدميه الممكن تدخل وقت بيشطفوا او وقت يعني بيصير صيانه بدها تدخل روافع ليقصوا الشجار او بدهم، لانه بتعرف في اعمال خدميه لنا بندخل الياتنا. رح نشوف آلية معناتها حتى من الجهة الثانية، يعني لاحظت في سيارة واحدة تبين بجوز داخلة بطريقة غلط، يعني مع أنه منبهين نحن الحراس. هلا اشتكوا الناس من أكثر من سيارة، بس بجوز هي اللي شافتها الكاميرا. مثل موضوع يعني الوسخ، أكيد واحد يعني حدا بالحديقة، طبعا نحن منظر لنا حضاري، بجوز أيام بيتجمع بموقع واحد بيجوا بتعين النظافة والحديقة بيجمعوه بيكبوا. ما شفت انت منظر حارقين، يعني هذا موضوع بدنا نوقف عنده بدنا نتاكد منه. انا بتمنى بس نطلع من الهواء ونعرف امتى التصوير صار لنعرف بورديت مين الموظف، مين لنحصر مين. انا وبتشكركم معلش على الملاحظه، وهذا واحد نحن يعني واجبنا نوصل المعلومات لكم لحتى تنحل. بس يبدو استاذ صديق في تقصير من الحراس. يعني ما موضوع حراس لحالهم ما بيكفي، يعني بده كمان ثقافه من المواطنين. لاحظت انت كيف نايمين على المقاعد وقاعدين واكلين، نحن معهم بس يعني كمان بدنا كمان بنستغل هالبرنامج، يعني وجودنا مع حضرتك وبهالبرنامج كمان هالحديقة للكل، يعني وقت اليوم بنحافظ عليها كلياتنا بنستفيد منها كلياتنا. طبعا طبعا هي حديقة متنفس لكل أهالي. أنا وعد هذه المقاعد خلال 10 أيام رح يصير صيانة كاملة، لأنه كل فترة بيجوا ناس بيشيلوا الخشبات، في ناس بيشيلوا الظهر، ناس بيضربوا بإجرهم. مرة استوقفنا 3 وجبنا عناصر من قسم الشرطة،
عم يلعبوا مين اجروا اخبار عم يطفش باجروا بحق لكم تطلبوا مؤازره من الشرطه لحتى عنا شرطه مجلس المدينه خاصه فينا كثير ممتاز كثير ممتاز فجبناهم ووقفناهم مره شفنا بعض العالم عم يشيلوا مقاعد بالشتاء عم يحرقوا ليدفوا يعني لانه في عندك كمان بعض طبعا هذا الحكي اكيد بده حراسه وبده متابعه طبعا. وبده تدقيق ونحن بالنسبه لنا هلا موضوع صيانه المقاعد لو انا بشكل شخصي لو بالسوق او عن طريق مؤسسه الاسكان العسكريه عندهم فرص صناعي رح كلفهم باعاده جردهم كلهم لانه بعد ما عملنا المقابله صدقا مرتين المقاعد ما خلينا مقعد الا عملنا طب نحن بدنا نوعد المشاهدين خلال اسبوعين المقاعد نحن حنقول بعد شهر نعمل لقاء معكم بسيطه ما نكون صورنا وبيكون الامور انحلت بالحديقه انا راح اوعدك مجرد تصلحوا خلال الكام يوم ترجع موضوع الحراسة والنظافة هذه في بعض مواقع شفنا منظر في شجر لأنه هلأ خريف عم ينزل يعني الأوراق هذا موضوع الأوراق موضوع اعتيادي بس المواضيع الثانية موضوع الخريف جميل بس احنا بعد بشهر ممكن نعمل معكم لقاء وبتكون هاي المواضيع محلولة معنا اتصال رح نحله بشكل نهائي نتمنى معنا اتصال من سميرة تفضلي ألو مرحبا أهلا وسهلا يسعد لي مساك أهلا وسهلا فيك الله يكثر خيرك على هالبرنامج الحلو واجب مشاكل المواطنة واجب بس أنا مشكلتي مختلفة عن الحدائق تفضلي الله يفضلك حديقة حلوة ومفيدة بس بدنا قانون يخلينا نعمر ببيوتنا غرفة مو انه حديقة نقعد فيها غرفة وين بأي منطقة؟ منطقة الهنادي عندي دلم و18 متر معقولي ما بقدر صار لي 15 سنة ما بقدر عمر لأبني غرفة تزوجوا فيها طابو المنطقة طابو أخضر طابو عنكم. أخضر بس يا أستاذ طيب معقولي طيب ما إلى حل لا بقدر بفريز لا بقدر بعمر له لأبني ولا بقدر يعني إذا مثلا جاري منعني هي شو المشكلة بس مين الجهة المعيقة طالما طابو أخضر وملكه الجيران يا أستاذ الجيران جيران طيب يعني معقولي جارك يوقفك 15 سنة لغاية في نفسه أنه ما يخليك تعمر طيب معقول هالحكي ما في قانون يحمي هالمواطن كل إنسان يأخذ أستاذ حسن فيك بتجاوب على الهواء أنه إذا عندك معلومات عن الموضوع تفضل انه خليكي معنا على الخط الاستاذ حسن عن الجواب اول شغله في نظام ضابطه بناء بكل مجالس المدن بكل الوحدات الاداريه في سوريا في مجال في نظام ضابطه بناء على عينه بالتاكيد في نظام ضابطه بناء عندهم بالهنادي بيمنع او بيسمح ببناء هذه الغرفه اذا كان القانون بيسمح لا المواطن المعترض عليها ولا نحن فينا نردها لكن على ما يبدو القانون ما بيسمح لها تعمر هنيك للاخت المواطنه فمعترض عليها جاره وبالتالي أيوة. في مشكله يعني بينه وبين جاره مو مشكله معنا بالله بالله والمشكله مع مجلس المدينه اختي الكريمه يا هيك اذا بدري شرف الله يشرف مقدارك قلت حتى انا صب له ثلاث غرف تيسمح لي صب انا وقت بدي صب له ثلاث غرف انا ما بقى فيني صب كويس بس شو القانون هذا كويس بس ليش لحتى رئيس مجلس البلدي يوافق على هالمقايضه رئيس البلدي بيقول لك اتفق انت وجارك وانا ما عندي مشكله يعني كويس كجهه رسميه نحن حتى رئيس المجلس البلدي عندك متعاون مع حضرتك يعني على ما يبدو متعاون بس طيب جاري ما بيمنعني طيب ما في قانون يحميني الي وانا ولا امثالي مو انا لحالي مو مشكلتي لحالي انا يا اختي الكريمه لو ما في نظام ضابطه بناء يمنع على ما يبدو انت خارج الحدود التنظيميه للمدينه قسم من العقار قسم منه داخل التنظيم وقسم لا ما في فاذا انت خارج تنظيم البلدة أيوة. طيب ماشي اخت سميرة نحن رح نناقش الموضوع فيكي تتابعينا على الشاشة وهي الأساس اللي جابته نتمنى أن يلتقى لحل إذا بتريده إن شاء الله أهلا وسهلا فيكي تفضل مخالف هو في أحيانا مثل ما حكى الأستاذ حسن ممكن خارج التنظيم لو ضمن حدود المنطقه غير منظمه ضمن حدود اداريه ممكن يكون رئيس البلديه قايل لانه ثلاث غرف مسموح وغرفه مو مسموح ما ممكن قايل له اتفقوا انت وجيرانك وانا ما عندي مشكله الرجل متعاون على ما يبدو انا ما بعرف فيه فهو في احيانا مناطق بتكون خارج حدود التنظيم وخارج حدود نظام الضبط ما بيسمح بالبناء عشان هيك في قانون عم يقول لهم انه بين بعضهم يحلوا يعني هي بدها تعمر مخالفه على ما يبدو طبعا. خارج حدود التنظيم طبعا. فرئيس البلدي على ما يبدو يعني كثير مرن مع مبين منه يعني اذا ما في اعتراض فعم يقول له صف لي انت وجارك يعني طبعا. هو عم يخالف القانون اصلا رئيس البلديه طبعا. ومع ذلك نحن بنتشكر له هالمرونه يعني طبعا. نحن بهمنا يعني اولا واخيرا المواطن والقانون. طبعا بحيث انه يتماشى مع القانون يتماشى مع القانون او مع روح القانون صح. معنا اتصال كمان من عروه تفضل يعطيك العافيه اخي الكريم اهلا وسهلا فيك تفضل مساء الخير لزملائنا ولضيوفك الكرام يسعد مساك اهلا وسهلا بعد اذنك في عندنا مشكله هون نحن بمنطقه ضاحيه الاسكان الجديده من جهه مقبره الشهداء نعم في عندنا الطريق
بدوا تدفيت واجا سياده المحافظ عزه بكذا شهيد بالحاره وامر بتدفيته. ثاني يوم شباب اجوا اشتغلوا هيك شغل ساعتين ثلاثه وبعدين انتهى الموضوع. وكمان في مشكلة بنهاية الشارع، هو الحي الغربي لمقبرة الشهداء. معروف عرفنا المنطقة. هذا الشارع بنهايته في أحد الجيران هون مقاطع الطريق، أرض وقف، يعني هو يعتبر الحي الغربي يعني مدخل رئيسي لمقبرة الشهداء. تمام. قاطع الطريق بشجرتين ثلاثة مسمرات. نعم. أنه أساسي قديمة ومتملكة للأرض مستملكة. كمان عملنا معروض نحن والجيران كلياتنا ونزلنا واجت دوريات الشرطه على اساس تفتح الطريق. فهو لمين قدمتوه للمعروض؟ الطلب لمين قدمتوه؟ للمخفر. للمخفر واجت طلعت دوري نظامية. نعم. كمان وقفوا بوجه الدوري واستخدموا النساء. نعم نعم التركسة. فهون مطلع معنا مرتين طلعوا لحتى يفتحوا الطريق ومطلع بيدهم. تمام. طيب في شيء ثاني؟ غير يعني ما انا المنطقه مقدمه لا بكهرباء ولا بهواتف. كيف هواتف؟ لا في هواتف ما في عندكم بالمنطقه عم يقول الاستاذ حسن في هواتف؟ لا يعني احنا مادين من الشارع الرئيسي، يعني هلا كابل الهاتف انا عندي اللي عم احكي معك منه ماد 200 متر من الشارع الرئيسي. 200 متر. كابل الهاتف 200 متر. طيب ماشي يعطيك العافيه. هلا بتسمع جواب. كمان هي الحاره بعد اذنك اخي الكريم من سيه نهائيا عمال النظافه ما عم تدخل هي نهائيا الحاره. طيب. وصلت الشكوى. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. تفضل استاذ حسن. بالنسبه لموضوع الهواتف بالتاكيد نحن لدينا هيك قله في الموارد الماليه بكل قطاعات المحافظه وبسوريا. ليس لدينا اليوم مشاريع للتوسع كثير بالهي، لكن هذه كونه بقلب المدينه الاخ الكريم يتقدم بطلب لعنا وانا بتواصل معه ومع مديريه الهاتف وبنعمل له شبكه توسع بالحاره اذا كان ما فيها. جميل. وانا جاهز بوعده على الهواء. بيراجعوك على المكتب فورا بكل سهوله على مكتب الاستاذ حسن بالمحافظه. مكتبنا وقلبنا مفتوح. شكرا جزيلا. بالنسبه للاشجار على ما يبدو الاستاذ صديق بيعرف المشكله، يعني المشكله تبع الشارع وتزفيته والشوارع. الشارع وتزفيته انا بتمنى من الاخ المواطن اذا بيمرق لعندي لأعرف فين تمام، لأنه المنطقة هنيك هي بمنطقة يبدو مخالفات أو فيها مشكلة، لوين واصلين ولوين بده يوصل لأبعد كشف لأعرف تماما الموضوع حتى ما نحكي على بالنسبة لتعبيد لتزفيت ما تبقى. هلا نحن واصلتنا شكوى سابقة على موقعنا على صفحتنا كمان تتعلق بنفس المكان مفرق مقبرة الشهداء، وكان في وعد من السيد المحافظ بتعبيد هالطريق. أستاذ مازن يعني سد كل شيء بيتعلق بالطلبات الشهداء والجرحى، هذا لا فضل ولا منا مننا كلياتنا، يعني بداية من السيد المحافظ بنعرف قديش هو اهتمامه الكبير بالحقيقة، يعني عنده يا من أهم ونحن يعني هذا قولا واحدا ما في مجال للمزاودة فيه، خاصة بيوصل الطريق لمقبرة الشهداء. تمام. يعني كثير نحن مقبرة الشهداء كثير صرفنا عليها وعم نشتغل فيها جديدة ولا القديمه وعملنا طرقات هو كونه الطريق بيخدم المقبره وبيخدم الناس. ما ممكن تنفيذه. انا بدي اقول بس يقدم لعنا او لنعرف لفين وصل ولوين المطلوب حتى يكون في دقه اكثر لانه في جزء من الطريق من ضاحيه الباسل او ضاحيه بوقل من نهايه مقبره الشهداء هو جزء منه الطريق المحلق هون واصل جزء غربي. ما بين تمام الجزء يعني. الغربي هذا نحن ممكن بالاتفاق مع مديرية النقل طريق عريض عرضه شيء حوالي 80 متر 100 متر ننفذه من جزء المحلق طالما بيخدم المقبرة والضاحية. كثير ممتاز. تقديم مؤقت يعني مؤقت. طيب نحن نطلب من الأخ المواطن يراجع المر لعندي لأعرف فعلا اكشف عنه شوف الأجزاء اللي نفذينه وين بده يتكمل وإذا هذا الطريق بيتعلق فيه. كثير جميل. موضوع الشجر والدخول هناك خلاف كان والشخص اللي شخص صادر الشجر وأكثر من 4 صدامات 5 صدامات صارت وإشكالات ما بين الجوار زارعين في المدخل وفي مع بعثنا لجان لندقق المساحات وإذا في طرق فرعية. نعم. موضوع يعالج وحاليا في محاكم وما يعني بانتظار قضاء وإن شاء الله يعني الحل مو عندكم، الحل بدعوى قضائية لحتى تبين الملكية لمين بين بعضهم في لأنه هو مستأجر من الأوقاف وفي جزء من الملكية. جميل. عامة يعني في تداخل الحل بالآخر نحال في شكاوي بالقضاء شو بيصدر عنه نحن رح نتصرف. يعني نحن معنا استطلاع ثاني بيتحدث عن واقع الاحياء والشوارع باللاذقيه وبنرجع نتابع مشاهدينا هذا الاستطلاع للزميلين واسمعي.
المشروع الخامس بدها خدمات مثل افراد مستوصف ممكن، بدنا تسفيد الشارع اهم شيء. مشكلتنا هون لانه عمار جديد كله، هذا سبب السيارات الشاحنه عم تخفص الاراضي شوي، بدها تسفيد من جديد. قديم هي مزفته بس بدها هسه الارصفه البلديه ما انا معطنيه بالارصفه الشوارع، تلاقي الرصيف مخفر هون، الرصيف بده ترتيب، الرصيف بده تسفيد، ما في اهمال من البلديه. هذا بنحكي عن حالة الشارع بهالمنطقة؟ شوفت عينك حالة سيئة كتير للشارع، بده تسفيت، وليكي شوفت عينك انه في تراب وفي سيان وفي هاي، انه بده تسفيت يعني، وخصوصا جاي الدنيا عشتي يعني، كيف ممكن لمسا بالصيف ممكن شوي، بس انه بالشتي ما الحالة صعبة كتير كتير يعني. شو المطلوب من البلدية؟ هلا مطلوب من الجهات المختصة انه بس على القليلة تشوف هالشوارع هيدي تزفتها، تشوف شو يعني شو في مشاكل، شو في اجراءات ممكن تتخذها بهيك شارع يعني. شوفت الكاميرا يعني انه بدها تسفيد، بدها صيانه، بدها يعني جاي الدنيا عشيت كثير، بدي يلاقوا صعوبه بهيك شغل يعني، لازم ينشغل بالصيف. هذا شو المطلوب من البلديه؟ بس تسفيت هالشوارع وشيل هالوسخ والغبره اللي تعبينا بالبيوت وكل المناطق وكل شيء هون عندنا. الحقيقه الشارع كله عم بيعاني من مشكله الاوساخ، وخاصه من في منادف هون عم بنتوا صوف قديم عم بتناثر من عنا بعود، وعم بتناثر في عنا هذا الساكت هذا اللي بيعمل قرص للولاد. بعدون الشارع هذا هون الأوساخ، المواطنين كلها صلنا من عند اللي جي صلي شهرين أنا هون. شو طلبك من البلدية؟ طلبنا نزيل هالأوساخ هي والقذورات وزفة الشارع، الشارع كله كامل بناء، انت ملاحظة هاي الشارع كله كامل بناء، وهذا الغير الطرقات، وهل هدول يتسكر هالابواب هاي؟ صاحب العماره وينها؟ البلديه هي اللي بتضغط على الاشخاص، شو الاشخاص قاعدين لحالهم، بس عند بتيجي البلديه وبتتابع هالموضوع وبتطلب من المواطن يسكر الابواب يسكرها، اما اذا كانت البلديه هي معتنيه في هالموضوع هذا، المواطن قاعد بدون اي شيء. في شوارع خلفيه ضيقه كمان عم بتعاني نفس المشكله، بس هي المشكله اكثر شيء عم بتعاني فيها، شايف القدرات. بعدون المنطقة الصناعية هون عندك البخاخات بيبخوا مادة كيميائية، وهي المكتظة بتعرفي هالعمارات مكتظة بالسكان، فهالبخ هذا مادة كيميائية عم تستنشق المواطنين، تسبب سرطانات وتسبب مشاكل. المشروع الخامس منظم نظامي في عنا هالمنطقة، هي الشقفة هاي كانت كرم زيتون وعمرت العالم كلها مخالفات، ومن زمان كتير نازل بالتنظيم وبيقولوا من زمان ان هي بالبلديه باللاذقيه، واجت من الشام وصارت باللاذقيه، ولهلا ما بين شيء، ولايمتى العالم عمرت؟ اذا فينك تدير الكاميرا على البناء اللي عم يهدوه هون، كل الناس بعد ما عمرت وقصرت وحطت ملايين، عرفت علي، عم يهدونه للعالم كله، ولهلا اساتنا شو طوق المدينه، وانت من الرخص بالنسبه للخدمات، ما عندنا شيء اسمه خدمات، لا تليفون ولا مياه ولا صرف صحي ولا شيء ابدا، لايمتى هي؟ طيب هاي الناس كيف تضل عايشة هيك يعني؟ ما معقول الحكي، ما في شيء ولا الخدمات نهائية. أهم شغلة نحن بدنا ننظم ها. طيب أنا لي 70 سنة ساكن هنا، ولهلا أساتنا طوق المدينة لا. أهلا بكم من جديد. طبعا معنا اتصال بدنا ناخده بالبداية، في معنا الأخ مصطفى، أهلا وسهلا فيك، صار لك شوي ناطر، تفضل. ألو. تفضل، أهلا وسهلا. ممكن احكي مع استاذ صديق مطرزي؟ موجود معك على الخط. تفضل. بس باختصار لانه وقتنا قصير الباقيه بالبلد. لمحه هي صغيره بس بدي اطلب الطلب منك. تفضل. استاذ بالنسبه للرمل الجنوبي في هالبائعين الخضره، صحيح حاطين على بالطريق، بس ما عم نطلب نحن من شونه، نطلب من ان حاطين البسطات على الارصفه، والمواطن ما عم يحسن يمشي لا بالطريق فينه يمشي ولا على الأرصفة فينه يمشي. نعم. يعني بدنا حل لهذا وهذا، وطلبنا من استاذ صديق، واستاذ صديق مشكورا كثير، ما مره بنطلب منه شغله الا بلبينا فيها والكل. وشغله ثانيه، من مده شي 20-25 يوم كنا مجتمعين اللجنه، وطلبنا من استاذ صديق بالليل، كان الله غيث صحه وفنا، كان عم يتعشى يمكن، مشان تنفيذ الشارع الرمل الجنوبي
كله حفر وهذا وجاي الدنيا على سفويه ووعدنا مشان يسوي لنا هو. هلا كان عم يحكي الاستاذ صديق عن شارع بالرمل الجنوبي وهلا عم ياكد لي انه هو ضمن خطه التزفيت هي السنه. بالنسبه للبساط الله وكيلك المواطن عرفت بس هيك هذا هو طلبي. طيب اهلا وسهلا فيك ومشكورين ان شاء الله. شكرا لك. اهلا وسهلا تفضل. نحن باختصار شديد الطريق اللي كنت عم بقول لك عنه هو مشكلة الشاطئ وورشات الزفت هي مشغولة بمواقع أخرى بيعرف زميلنا الأستاذ حسن وما فينا نقشط الطريق إلا نزفت فورا وراء لأنه الطريق سيء جدا وهذا اللي حكيت عنه أنا من زمان. بالنسبة للبسطات اللي عم يقول عنها بتعرف بحي الرمل الجنوبي الكثافة وهذا السوق هو عمره يمكن 50-60 سنة بدنا عناصر بلدية يضلوا يعملوا جولات من شان يعني عملية ترتيب وأكثر تنسيق للشارع. تمام. نحن وقتنا كتير قصير أستاذ حسن. بالنسبة للاستطلاع موضوع هي الصناعات اللي عم تصير بمنطقة إذا كانت مخالفة أو غير مخالفة بس هي منطقة سكنية مسموحة بالقانون؟ بالتأكيد لا. هي صناعات صناف تاني. شو الحل؟ هي صناعات صناف تاني نجلقها تكون في المنطقة الصناعية وسنقوم بتوجيه الإنذارات فورا بالتعاون أنا والأستاذ صديق اليوم وليس غدا. نعم. اليوم تماما وأنا بوعد الأخوة المشاهدين أمامك اليوم سنتعاون مع الأستاذ صديق ونوجه لهم إنذارات الكل لنقله الى نحن ما بنحب نغلق لحدا ولا بنحب ناذي حدا لنقله الاماكن الصناعيه لنقله الى الاماكن المخصصه فيها في المنطقه طبعا. الصناعيه فيها صناعات مختلفه فيها صناعات غذائيه مثل ما بدك فيه ينقلها ما عنده محل بالمنطقه الصناعيه هذا بحث اخر يبحث عن محل مسموح فيه نعم. احدثت مناطق صناعيه والسيد المحافظ جل همه انشاء هذه المناطق نقل كل الصناعات نعم. على منطقه لدينا صناعية. مناطق صناعيه ضخمه احدثت مؤخرا بالقرداحه هلا قيد التنفيذ هي وبالبهلولية وبريف جبلي ينتقلوا عليها شو المشكلة جميل. يعني طيب نحن وقتنا كتير قصير بالنسبة للمواضيع الثانية بالاستطلاع في عندك أجوبة ما بالاستطلاع لدينا نحن اهتمام اليوم بالصرف المطري اليوم نحن قابلين على شتاء اليوم قبل ما أطلع اليوم وجهنا للصرف الصحي لتنظيف وتعزيل كل الجوار المطرية كل الجوار الفنية للمطر لتنظيفها قبل موسم الشتاء نحن عندنا الاهتمام الكبير اليوم بقطاع الكهرباء عم نقدم الكثير بصيانة الكهرباء الحمد لله وضعت حسن خصوصا بعد تركيب أو تشغيل محطة برج إسلام هذه كانت من المنجزات لها للدولة الحمد بس لله بس لسه في تقنين أستاذ لسه في تقنين تقريبا مثل ما هو عندنا تقنين مركزي أستاذ مازي تمام طيب هم الأعطال صارت خفيفة طيب نحن وقت في حمولة وقتنا انتهى بس باختصار شديد أستاذ صديق عن الاستطلاع أنا الاستطلاع معلش أنا راح زوره شخصيا للموقع يبدو هذه منطقة مخالفات موضوع الطرق اللي عم يتحكى يبدو الأبنية عم يكبوا بعض المخلفات وبعض جوار لأنه ممكن الشارع بده صرف صحي بده دراسة ممكن. ما موضوع زفت فقط لأنه إذا كان بدنا نزفت ونرجع تمام. فأنا حتى ما نعطي جواب سريع تمام حيتم نحن كون وقت انتهى حتى نعطي فرصة للموضوع نحن بس بنطلب منكم توافونا بنتائج الزيارة الميدانية تمام. للمكان لحتى نحن بحلقات قادمة من برامجنا الخدمية تمام. نذكر للمواطن إذا كان هي منطقة مخالفات كيف ممكن تخديمه وإذا منطقة نظامية كيف ممكن تخديمه تمام هذه رح نطلع مع الدوائر وبعد كمان كل المهن الضارة اللي موجودة في المنطقة جميل. اللي حكوا عنا البخ أو الرش أو هذا موضوع نحن يعالج يوميا عنا إغلاقات لعشرات المحلات في كل المناطق إن شاء الله كمان حكى زميلنا الأستاذ حسن يعني معالجته بسيطة طبعا نحن كثير نشكركم وقتنا انتهى أكيد بشكركم على رحابة الصدر وعلى تقبل كل المواضيع اللي عم نطرحها ونحن متعودين عليكم أنه دائما بنوصلكم أي شكوى للمواطن بنهاية هاي الحلقة الأستاذ حسن جريع عضو المكتب التنفيذي بمحافظة اللاذقية شكرا جزيلا شكرا حضرتك ايضا الاستاذ المهندس صديق مطرجي رئيس مجلس المدينه باللاذقيه شكرا جزيلا شكرا لكم وان شاء الله دائما للامام بالنسبه لخدمه اخواتنا المواطنين واخوتنا لانه هذا موضوع اهمنا وهذا جل ما نسعى له ان شاء الله ان شاء الله وكل شكر لكم اعزائي المشاهدين دمتم ودام الوطن بالف خير الى اللقاء